كذلك ربما أيضا يلغز أو يعايا في هذا الموضع بناء على كون النجاشي تابعي، يقال تابعي أسلم على يديه صحابي طويل الصحبة كثير الرواية. من هو؟ ما يتصور أيضا ها هنا أن يسلم الصحابي على يد تابعي، ما يتصور ذلك، لذلك قالوا هذه أيضا تعد من الألغاز. وهو والذي أسلم على يد النجاشي هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا موجود في مسند الإمام أحمد، فإنه لما أرسلته قريش إلى ملك الحبش النجاشي وجلس معه أسلم بعد ذلك، فلذلك يلغز في هذا الموضع فيقال تابع. من هو التابعي الذي أسلم على يديه صحابي وهذا الصحابي طويل الصحبة كثير الرواية وهو عمرو بن العاص؟ فيقال في هذا الموضع أنه النجاشي.